حلول معالجة المياه المناسبة لصناعة المواد الغذائية والمشروبات. لماذا تعتبر تقنية معالجة المياه بالتناضح العكسي أو الفلترة مهمة لصناعة المواد الغذائية والمشروبات؟ تحسن من مذاق وجودة الأطعمة والمشروبات، تحسن من دقة نتائج الاختبارات والتحاليل، تزيد من جودة النظافة، تساعد على تنظيف فعال لخطوط الإنتاج، تساعد على تلبية المتطلبات التنظيمية المحلية، تقلل من وقت التوقف عن العمل، زيادة العمر الافتراضي للمعدات. تشمل تقنيات معالجة المياه المستخدمة في صناعة المواد الغذائية والمشروبات على أنظمة معقمات المياه، أنظمة الترشيح الفائق المتقدمة، أنظمة الترشيح الدقيق، أنظمة التناضح العكسي، فلاتر المياه ذات الوسائط المتعددة، أنظمة تنقية وإزالة عسر المياه، فلاتر الكربون المنشط. لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا على الإنترنت، وشكرا على المشاهدة.